خلينا نكمل مع حضراتكم جولتنا، ويعني ننهي هذه الجولة ببرضو حديث وعنصر نسائي آخر وبطلة برضو منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبية. صباح الهنا، خلينا نتعرف عليكي في الأول. أم محظوظ لعبة منتخب مصر رفع أثقال، 23 سنة، أصغر لاعبة على مستوى العالم، 16 ميدالية دولية، ومنهم أولمبياد طوكيو 2020. يعني دي بقى مش أول تجربة، تأهلتي بشكل رسمي في باريس ولا لسه؟ إن شاء الله الحمد لله. طيب خليني بقى أسألك، لأن طبعا أنت عندك خبرة، وإيه اللي كان بينقصنا من وقت طوكيو لحد دلوقتي عشان نقدر إن احنا نعوضه في باريس إن شاء الله؟ فاضل لنا تقريبا 7 شهور، فعندنا وقت كافي نقدر نشتغل على كل النواقص اللي موجودة. لا، هو احنا ما كانش بينقص حاجة من طوكيو لحد دلوقتي، الحمد لله احنا عندنا مدربين على أعلى مستوى، وطبعا عندنا الخبير الأجنبي بتاعنا على أعلى مستوى طبعا، ومستعدين يعني ان احنا نعمل حاجات كويسة جدا للأولمبياد بإذن الله اللي جاي. اتفق معاكي وربنا يوفقك، وانت رايحه معاكي دعوات اكتر من 100 مليون مصري، فبتهيالي ده يعني دفعه كبيره. ان شاء الله. مشكورك جدا. مرسي ليكي.